تنظيف السنين دونا تنسي الكل واسمعنا حكايتكم مع أكتيفيا. بعد الماكلة نتقلق، نحس كرشي منفوخة، نحس روحي ما عادش نحب نتحرك، ما عادش نحب نعمل حتى شيء. جربت أكتيفيا وليت بعد ما نفطر وبعد ما نتعشى ناخوها، والله تعرف شي حسيت روحي لتحت. أكتيفيا بالبيفيديوس ريغولاريز تساعد على راحة الهضم وتنقص الإحساس بالنفاخ. أما راهو باش أكتيفيا تعطي نتيجة راهو لازم يوضوا عليها. وانتوما زادة جربوا أكتيفيا وحسوا بالفرق.